طيب محليا اليوم في دوري زين النصر بات يوما بعد آخر يزداد لمعانا، الفريق الكبير الذي عرف بأنه عنصرا دائما في منافسات مضت وفي سنوات مضت بات يمنح لجماهيره ومحبيه وعشاقه أمال كبيرة وتفاؤل عريض بالمرحلة التي يعيشها الفريق الأصفر. اليوم كان في القصيم يسجل حضورا متواصلا لانتصاراته وهو يتخطى الرائد بهدفين دون مقابل. نتابع تقرير المباراة ثم نعود. انطلقت مساء اليوم الجولة الخامسة من دوري زين للمحترفين. المباراة الأولى جمعت فريقا الرائد والنصر على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية ببريدة، وانتهى اللقاء بفوز أصفر بهدفين للا شيء واستمرار في حصد النقاط في 5 لقاءات متتالية دون خسارة. بداية المباراة استحواذ الريداوي كاد أن يسفر عن هدف مبكر في الدقيقة 5 من كرة مرتدة سددها وليد الجيزاني قوية لتجد العنزي في مواجهتها. التهديد الثاني بعد دقيقة من كرة عرضية ورأسية اللاعب فواز فلاتة، ولكن العنزي يحافظ على مرماه بتصديه للكرة بشكل رائع. كرة هنا وكرة هناك وقد تغلب الكفة الريداوية، وبانقضاء الثلث الأول من الشوط الأول حسين عبد الغني يرسل كرة للزيدعي الذي وضع الكرة بشكل أنيق على يسار حارس المرمى أحمد الكسار. وقبل انتهاء الشوط عمر هوساوي يضع الهدف الثاني برأسية جميلة يأمر بعدها حكم المباراة انتهاء الحصة الأولى. الشوط الثاني بدأ الفريق الأصفر مكتفيا بالهدفين في ظل محاولات للرائد الذي وجد جدارا منيعا للوصول لمرمى عبدالله العنزي الذي أبدع في التصدي للكرة الريداوية. الكرة الأخيرة في المباراة كرة ثابتة من عصام الراقي الذي سددها قوية لتجد القائمة بالمرصاد ليعلن بعدها الحكم نهاية المباراة، وبهذا الفوز يرفع النصر رصيده ل24 نقطة في المركز الرابع، ويبقى الرائد على رصيده السابق ب17 نقطة في المركز التاسع. ألف مبروك للنصر لجماهيره لمحبيه وعشاقه. الفريق الكبير يعود مرة أخرى بانتصارات متتالية، واضح أنه يسير في الطريق الصحيح واثقا وهو يصل أو يحصد النقطة 27. الحديث بعد المباراة ردة الفعل من اللاعبين نتابعها في هذين الحديثين للاعب نصراوي وآخر ريداوي. الحمد لله على كل حال. نحب ابارك لإدارة النادي، احب ابارك جماهير النادي، احب ابارك زملاء اللاعبين. الحمد لله قدمنا مباراة طيبة، اهم شيء 3 نقاط واحنا الحمد لله ماشيين بخطة ثابتة والجاي افضل باذن الله لنادي النصر. التركيز العالي لعبد الله سواء في الكرات الثابتة او الكرات المتحركة كان حضوره جيد، وخصوصا على الاقل في اخر الدقائق كرة ريان بلال كنت حاضرا وايضا بعملية ثقة كبيرة. طبعا الحمد لله يعني الواحد من بدايه المباراه او من التمارين يكون مركز من خلال التمارين في الاسبوع. الحمد لله يعني انا لاحظ ان الحمد لله اتطور يوم عن يوم وعندي طموح وباذن الله الجاي افضل لعبد الله النزي. شيء نقول الحمد لله على هذه المباراه، بس قدمنا مستوى، بس الله ما حالفنا الحظ ونقول الحمد لله على كل حال. يعني هذا ان شاء الله نعوضها مباراه الفيصل ان شاء الله باذن الله. يعني محمد الغامدي، النصر الانتقادات التي كانت في مستهل الموسم والحديث عن تعثرات وأن النصر سيطول غيابه، اليوم الفريق يسير من مباراة لأخرى بمستويات بعروض مميزة بتشكيلة واضح أنها أيضا متجانسة
والأهم ربما أنه يحقق الفوز من مباراة لأخرى. يعني بالفعل لابد أن نؤكد أن المدرب كان له دور كبير في هالبصمة. يعني كارينو أنا أشعر أن في كيمياء بينه وبين اللاعبين أوجدت هذا التألق للاعبين في المباريات، وهو مدرب بالفعل يعني واضح بصمته في وأعطى هوية للفريق. أنا بس أتمنى أن لا تزيد مساحة التفاؤل الكبرى للنصراويين، لأنه الفريق لا زال بحاجة إلى وقت، بحاجة إلى استقرار أكثر، بحاجة إلى دعم من أعضاء شرفه، لأن المرحلة القادمة حقيقة اللي يقدمها الآن هي مرحلة إيجابية تسجل للفريق، تسجل للإدارة، تسجل للاعبين، والعطاء الفني واضح من هذا الجانب. أنا أعتقد مباراة اليوم النصر فاز فيها بالذكاء، بمعنى أنه كان بأقل مجهود وبأقل الخسائر، كان يعني عرف كيف يستطيع أن يكسب المباراة بأقل مجهود وبأفضل النتائج وبأقل الخسائر. الخسائر اللي أقصد فيها الإصابات أو البطاقات. اليوم الفريق لم يحصل على أي بطاقة، ولأن فيه 3 أو 4 مهددين بالإيقاف، أيضا لا يوجد إصابات، وهذا شيء ليبحث برأيك المدرب. برأيك ما الذي تغير في النصر من خلال هذه المباراة والمباريات الماضية؟ نشاهد أن حتى الأداء في الملعب تشعر فيه هوية واضحة للفريق، تشعر أنه لا يوجد انفعالات، لا يوجد كثير من 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 توتر، الفريق فعلا يسير بهوية واضحة في الملعب. وهذا ما الذي تغير المدرب؟ يمكن في جانب، لا في جوانب أخرى. بالفعل يا أبو خالد، يعني أنت لو لاحظت اللاعبين هم اللاعبين أيام ماتورانا، صحيح، والإدارة هي الإدارة، والجمهور هو الجمهور. إذا كان بالفعل الحلقة الأضعف ماتورانا. الجمهور بالمناسبة هو الوحيد اللي يؤدي دوره دائما، وهو الثابت يعني، وهو الداعم الأكبر في هذا الجانب. فأنا أقصد كارينو هو مدرب بالفعل يعني واضح من خلال بصمات الفريق ومن خلال هوية الفريق والشخصية التي في الفريق تتضح معالمه، بدليل مباراة الفتح الماضية الفريق يلعب بـ10 لاعبين من ثاني دقيقة من المباراة، والفريق كان هو الأفضل وهو المسيطر وهو الأكثر روح وقتالية في اللعب. كابتن سلطان، أنا أقول النصر ما شفته من 5 سنوات يقدم هالمستويات. النصر قدم مستويات جيدة في هالموسم يعني، وأبهر الجميع. أتمنى وثق اللاعبين في أنفسهم، وثقت الجماهير في لاعبتها، وثقت الإدارة في لاعبتها، وأعتقد من ثم وصل النصر إلى ما وصل إليه. أو جماهير أنا أعتبرها من أوفى الجماهير لناديها. صحيح. نصر ميزته الآن ما عنده مشاكل مالية، رغم ابتعاد بعض أعضاء الشرف عن الدعم، ويظل الأمير فيصل بن تركي هو المتواجد الآن. صحيح. نقول يعطيه العافية اللي وصل الفريق إلى ما وصل إليه، لاعبين مميزين. وأنا أقول مباراة اليوم يعني نجمها الأول اللي هو عبد الله العنزي، أنه أنقذ يعني فرص كانت كفيلة أنها يعني تكون يعني النتيجة يمكن 2-0 أو 3-0. ولكن النصر بالأسلوب اللي قاعد ينتهجه المدرب، أعتقد أنه أصبح يعني حتى مقنع الفريق، مقنع لكل المتابعين، وأصبحت للفريق شخصية وهوية. صحيح. كان النصر يعني يشارك في بعض المباريات مرتبك، ومرتبك اللاعبين وثقوا في أنفسهم، والنصر لو يثقون في لاعبتهم الموجودين عندهم، حتى الأولمبي أنا تابعته درجة الشباب عندهم مجموعة مميزة من اللاعبين، أتمنى أنهم يثقون فيهم، وصدقني النصر بيتواجد بيكون يعني منافس شرس في البطولة، حتى ولو لم يحققها ولكن سيكون له وجود. طيب.